هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله؟ هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله؟ هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله؟ هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله؟ قصص لا تكشف إلا بكتابك حين ترى الله. ما أحراك بهذا أن يكبر قدرك عند الله؟ قصص لا تكشف إلا بكتابك حين ترى الله. ما أحراك بهذا أن يكبر قدرك عند الله؟ هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله؟ هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله؟ قصص لا تكشف إلا بكتابك حين ترى الله. ما أحراك بهذا أن يكبر قدرك عند الله؟ هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله؟ هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله؟ هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله؟ هل لك صدقات تخفى لا يعلمها؟ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الكريم، أما بعد، بحمد الله تعالى فقط تم افتتاح بالصدقة الجارية بإذن الله تعالى دونايتد باي حاج تجاه داني رحمه الله، حاج مصري رحمه الله، فاميلي اف روبائي تسليم الاسراب مجلس اندونيسيا سيستر شدني مسترياتي الدولة دولة النبال تاريخ و تنفيذ اليوم يوم الخميس 8 فبراير 2024 ميلادي. فجزي الله وانو خير الجزي وزال الله في ميزان الحسنات وسقاه الله من نهار الكوثر. آمين. وحفظهم الله تعالى في رعايته وبركاته، وزاد في قوتهم، وزاد في عمرهم، وزاد في علمهم، وجعلهم الله تعالى على مكانة في جنة. آمين. والسلامة من كل اسم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة والنجاة من النار. تقبل يا رب العالمين، والحمد لله رب العالمين. آمين. آمين. هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله؟ هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله؟ هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله؟ هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله؟ قصص لا تكشف إلا بكتابك حين ترى الله. ما أحراك بهذا أن يكبر قدرك عند الله؟ قصص لا تكشف إلا بكتابك حين ترى الله. ما أحراك بهذا أن يكبر قدرك عند الله؟ هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله؟ هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله؟ قصص لا تكشف إلا بكتابك حين ترى الله. ما أحراك بهذا أن يكبر قدرك عند الله؟